باسم مصر وباسمي انتهز هذه الفرصة لكي احمل لكم تحية الشكر والعرفان من شعبكم. 40 عاما فتية مضت على ذكرى انتصار حرب أكتوبر وضحد العدو الإسرائيلي وتفتيت أكاذيبه على قوته وخط بارليفه الذي لا يقهر، فإذا بالمصريين يقهرونه في 6 ساعات في عام 1973 لتصبح كافة الرمال على الأرض المصرية هي رمال حرة أبية، والتاريخ بل وصناع النصر الأبطال ما زالوا يروون الحكاية حتى اليوم لجيل من الشباب يأخذ العظات ويصنع المعجزات ويهدي لمصر الثورة تلو الأخرى. شعور بالفخر، شعور بالنصر، شعور إن احنا خلاص بقى يعني إيه انتهينا من الوضع اللي احنا قعدنا فيه 7 سنين وإسرائيل قدامنا قاعدة تستحمى في قناة السويس يعني. فكان شعور لا يمكن أوصفه أبدا يعني. وأنا كنت قائد للسرية في النسخ الأول، فبمجرد ما رجلي حطت على الضفة الشرقية لا يمكن وصف الشعور إيه، لا يمكن، ولكن لن ينسى يعني. 40 سنة ما نقدرش ننساها. عدينا بالقوارب الأول، من كل قارب فصيل عندي كان عندنا 3 قوارب، كل قارب فيه 10 أفراد، فبنعدي بال3 قوارب المية، بنعدي الناحية التانية وبنطلع، طلعنا الساتر الترابي قبل ما طبعا يهدم، كنا بنطلع رجلنا وشنين مدافع طبعا والزخيره والقنابل على ايدينا وعدينا البر التاني. الشعب المصري فاق وابتدى وهيصنع مستقبله، وانا اقول لكل شبابنا اللي بينتموا الى الاخوان المسلمين، الى هذا، الى جماعه الاخوان، بقول لهم شبابنا ستكتشفون مستقبلا انكم كنتم مخدوعين. مصر في حاجة إليكم كما أنتم في حاجة إلي. شتاني ما بين الاحتفال بأكتوبر على طريقة محمد مرسي في عهده منذ عام، حيث مشى في عرض عسكري يتباهى بنصر السادات، بل ويكون من ضيوف الاحتفال قتلة السادات، آل الزمر، وقادات الجماعات الإسلامية والتكفيرية الذين وقفوا بالمرصاد للسادات وأنهوا حياته في عرض عسكري يحتفل فيه السادات بنصر أكتوبر. نعم، فرق شاسع بين احتفال المعزول مرسي واحتفال القوات المسلحة بهذا النصر اليوم. حيث الاحتفالات والعروض العسكرية في البر والبحر والجو، وعروض غنائية تنظمها وزارة الثقافة والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، ويحيي هذه العروض في المساء كبار المطربين والفنانين وسط تهديدات من قبل أنصار المعزول مرسي بأن يكون 6 أكتوبر يوم الفرقان وهزيمة للجيش والداخلية في ساحات الميادين المصرية، لتبدأ الاشتباكات في بعض المناطق بين أنصار المعزول والأهالي الذين يتطلعون لخارطة طريق المستقبل ويطلبون من الفريق السيسي الترشح للرئاسة، يحملون صوره بجانب صور عبد الناصر والسادات. نقول للإخوان المصريين والعرب والأجانب ارفوا منكم، احنا المصريين 2012 ما احتفلناش ب73 لان ما كانش فيها راجل قاعد عشان يحتفل ب73. عمرنا ما نسيب حقنا، مرسي رئيسنا، وهنفضل نطالب بالشرعية وبالشريعة، وبإذن الله مش هنسيب حقنا وهنفضل مكملين، وعمرنا ما تنزل أبدا عن حقنا. هننزل عشان من بنوع السيسي، فين التفويض، فين الناس اللي فوضوك، وفي قاعد الشعب كله في الشارع، الشعب كله في الشارع بيقايد الشرعية وبيقايد عودة الدستور وعودة الرئيس مرسي. ما أنا مش هقول غير كلمة واحدة، ربنا يخلينا السيسي والجيش المصري كله والشرطة. في 1:05 هي ساعة الصفر للعبور، واليوم في الذكرى 40 لنصر أكتوبر يخرج الملايين من المصريين لأول مرة بعد هذا النصر يحتفلون في كافة المحافظات والميادين المصرية. منى هاشموي، الجديد من محيط قصر الاتحادية بالقاهرة.